تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن عالم الملائكة، نريد أن نتحدث عن هذا العالم الفريد الغريب. إنه عالم النور وعالم الإشراق وعالم الطهر والعفاف. من هم الملائكة؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي أدوارهم ووظائفهم؟ الله عز وجل يتحدث عنهم ويحمد نفسه العلي فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الله تعالى حمد نفسه وأثنى عليها لأنه هو فاطر السماوات والأرض، أي أنه منشئها على غير مثال سابق، وأنه سبحانه وتعالى سيجعل هؤلاء الملائكة رسل وعندهم أجنحة. هذه الأجنحة هي تمثل القدرات والمؤهلات لكل ملك، مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الملائكة هم أجسام نورانية، مخلوقات نورانية، هي لا تأكل لا تشرب لا تنام، خلقهم الله عز وجل من نور وطبعهم على الخير، لا يعرفون الشر أبدا، هم قبس من نور الله سبحانه وتعالى، وهم خلق مغاير تماما على خلق الإنس وحتى على خلق الجن. هؤلاء الملائكة هم معصومون، لا يرتكبون ذنوبا، كل حياتهم في الطاعة والإيمان واليقين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وظيفة الملائكة هي أنهم يعبدون الله في كل وقت وحين، وظيفتهم العبادة والتسبيح والتكبير والقيام بتنفيذ أوامر الله عز وجل دون أن يصيبهم تعب ولا مشقة ولا فتور ولا تردد، عندهم الطاعة التامة لله كما قال عنهم ربنا سبحانه: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لأنهم عند الله، هم يرون الله جل جلاله رأي العين، ويرون الجنة والنار، ويرون الحق، ويرون عالم الغيب كله، وهم منظمون، إذا وقفوا وقفوا في صفوف متراصة كما قال ربنا عز وجل عنهم يوم القيامة، قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هم دائما يتصفون، وجاء ربك والملك صفا صفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر صحابته عند الصلاة أن يصطفوا، كان يقول: ألا تصفون كما تصطف الملائكة عند ربهم؟ فقالوا: كيف تصطف الملائكة يا رسول الله؟ قال: يقيمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف في الصف. ثم قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فيهم احترام مثل الجنود، الملائكة هم جنود خلقهم الله تعالى، يتراصون بكلمة واحدة من الله، يقفون صفوفا متراصة. ومن صفات هؤلاء الملائكة عندهم تقدير وتعظيم شأن الله، ويخشون ربهم، عندهم الخشية، شديدي الخشية للمولى سبحانه وتعالى. قال عنهم:
وهم من خشيتي من خشيتهم مشفقون، وهم من خشيتهم مشفقون. وطبعا الخشية هي خشية تعظيم وإجلال، لأنهم يعلمون أن الله تعالى عظيم الشأن ولا أحد يستطيع أن يقدره حق قدره. وهم كثر، قال عنهم صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك ساجد أو ملك راكع. صور هذا الكون كله ما في موضع قدم أو شبر يعني 20 سنتيم إلا وفيها ملك، إما يكون ساجد وإما راكع. وإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لا نشرك بك شيئا، رغم أنهم طول هذه الملايين السنين كل يوم يذكرون الله، يسبحونه، يركعون، يسجدون، ويوم القيامة يقولون: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، لأنهم رأوا الله تعالى رأي العين وعلموا قدره وتعظيمه. هذه الملائكة خلقهم الله عز وجل، وربنا على كل شيء قدير، لكن خلقهم وأعطاهم وظائف. لنتعرف بعجالة عن أهم الملائكة. أول ملك مشهور هو سيدنا جبريل عليه السلام، هذا أفضل الملائكة، يسمى أمين الوحي، خصه الله تعالى بالسفارة بينه وبين رسله، هو السفير، فكان ينزل بالوحي على الأنبياء وعلى المرسلين. ثم هناك ميكائيل عليه السلام، ميكائيل هذا هو ملك مكلف بإنزال المطر من السماء وإنبات النبات في الأرض ليقتات الناس والبهائم برحمة الله، ومشرف على الطقس والمناخ، ومشرف على النظام الغذائي. احنا كنقولوا ربما الأمم المتحدة ومنظمة الفاو ديال الزراعة، وهؤلاء يقومون ب هؤلاء فقط مشرفون عن بعد، وإلا فإن الله قادر على كل شيء، وكلف هذا الملك، هو الذي هذا الكوكب الأرضي بالنسبة لهذا الملك مثل حصاد في يده، هو ينظر إليها وينزل المطر حيثما شاء ويمسكه متى شاء، وينزل المطر في المكان المناسب، ويسهر على إنبات الحياة والكلى والزروع والكروم والطعام للبشر وللبهائم وللحشرات وللأسماك ولكل شيء. هذا دوره ميكائيل، هو إذا صح أن نقول هو الملك مكلف بالنظام الغذائي للمخلوقات. المخلوقات إذا لم تأكل ما يقع لها؟ تموت. نحن في رمضان يوم واحد نتعب، فإذا جاع الإنسان يوما أو ثلاثة يموت. وربنا أعطانا الطعام وكلف هذا الملك ميكائيل. ثم هناك إسرافيل. إسرافيل هذا له دور عظيم يوم القيامة، هو الذي سوف يأذن بنهاية الحياة فوق الأرض، مكلف بالنفخ في الصور، فإذا جاءت يوم القيامة نفخ، فإذا بالبشر كلهم يموتون، ثم ينفخ مرة ثانية فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو البعث والنشور. هذه الملائكة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يدعو المولى عز وجل كان يتوسل بهم، كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط مستقيم. ثم هناك ملائكة كثر جدا، ربما نبدأ بواحد الملك كلنا عشنا معه، كل الأحياء عاشوا معه لكن لا نذكره. هذا الملك زارنا في بطون أمهاتنا لما كنا أجنة، هو الملك المكلف بنفخ الروح في الأجنة. لما يكون الإنسان في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة، يبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح، ويؤمران بكتابة أربع كلمات: أجله ورزقه وشقي أو سعيد. ينفخان فيه الروح ويكتبون له حياتك، حياته كلها مكتوبة، يعني مهما فعلت فالله قد علم، سبق في علمه ما هي سيرتك الذاتية كتبت. حتى هذا الملك يسأل: يا رب هذه النطفة، ثم يقول: أي ربي نطفة،
أي رب علقة، أي رب مضغة، ثم إذا أراد أن يقضي خلقا يقول أي رب ذكرا أم أنثى، فيقول الله تعالى ويقضي، ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد، فيقضي الله المصير، ثم يقول يا رب ما رزقه، ما أجله، فيكتب كل شيء في بطن الأم، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الملك يزور الأحياء منذ أن كان عندهم 4 أشهر، لما يكتمل نطف علقة مضغة يأتي نفخ الروح. ثم هناك ملك آخر يأتي للبشر في نهاية حياتهم، يأتي الناس في آخر الحياة، هو الملك المسمى بملك الموت، هذا موكل بقبض الأرواح. فلما يحين الأجل يظهر هذا الملك، قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الله تعالى يوكله لكي يقبض أرواح العباد. وملك الموت عنده أيضا أعوان، فإذا أوشك الإنسان أن يتوفى كان يبعث ملائكته وأعوانه فينظرون إلى الشخص 40 يوم قبل الوفاة، كي ملك هذا الإنسان الذي سيتوفى يرى هذه المخلوقات الغريبة أمامه فيعلم أنه ملائكة. وكما قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يمهدون الطريق 40 يوم هؤلاء الأعوان، حتى إذا جاء اليوم النهائي يظهر له ملك الموت، وهو مخيف جدا. ملك الموت صورته مخيفة، من رآه يفزع. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة. إذا كان مؤمن هؤلاء الملائكة وجوههم مشرقة كأنها الشمس، يجلسون منه مد البصر، ثم بعد ذلك يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه. إذا كان مؤمن يقول يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتنتقل الروح إلى بارئها. أما إذا كانت هذه النفس نفس كافر أو ملحد أو ظالم، تقول هذه الملائكة تنزل عليه ملك سود والعياذ بالله، وجوههم مخيفة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب عظيم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن دائما يحافظ على كلمة لا إله إلا الله، اللي عنده كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، تحاج عنه في المواقف الصعبة، عند الاحتضار وفي القبر وعند البعث والنشور وعند الصراط، لا إله إلا الله أكثر منها أيها الأحبة الكرام. هناك أيضا ملائكة أخرى يسمون الحفظة، الحفظة هذو يعيشون معنا الآن في الدنيا. الحفظة هم ملائكة ربانيون مكلفون بحفظ المؤمنين والمؤمنات. المؤمن إذا كان في صلاة وفي عبادة وفي طاعة ويصل الرحم ويفعل الخير، الله تعالى يقيد له ملائكة حفظة، بحال قلت لي حراس لغارد كور، أينما حل وارتحل يكون معه هؤلاء الملائكة يحمونه من النوازل ومن المصائب ومن أي شيء. ربنا عز وجل قال وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين، يحفظونك. إنسان يقول يحفظونك من الجان ومن الأرواح الخبيثة، يحفظونك من الهوام ومن الحيوانات المضرة، يحفظونك من الأمراض الخبيثة، أي شيء له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء الملائكة دورهم أنهم يحفظونك، لا تخاف. المؤمن لا يخاف ولا يخشى شيء، كلما كان مع الله كان الله معه، والله يحفظك ويكلأك ويقيد لك ملائكة يكونون معك بالرعاية الشاملة. ثم هناك الملائكة المسمون بالكرام الكاتبون. الكرام الكاتبون هؤلاء هم الكتبة الذين يحصون على الناس أعمالهم، فكل عمل قمنا به هناك ملائكة عن اليمين وعن الشمال، الذي هو عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات ويحصيها.
كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الحديث أن 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 الله تعالى وكل هؤلاء الملكين، الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات، فقال: فاعمل ما شئت، فمتى طويت صحيفتك وعلقت في عنقك أنذاك تقرأها بنفسك. وهذا معنى قول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيضا من الملائكة هناك الملك المسمى رضوان، هذا من أطيب الملائكة. رضوان هو الملك الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بالجنة ونعيمها، وهو رئيس الخدم، يعني بحال باللغة ديالنا بحال التريتور، يعني بحال مدير الديوان اللي كيكون عنده مقيم الحفلات، هذا هو الدور دياله. وهو ملك عظيم وله من الخدم ما لا يعد ولا يحصى. وهؤلاء مكلفون يوم القيامة بدخول الجنة، يوضبون القصور والمدخل والممرات والمحافل، هذا دوره رضوان. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام، هؤلاء الملائكة هما خدم كل مؤمن يوم القيامة يسعى عليه 1000 خادم. صور، كل مؤمن وكل مؤمنة له 1000 خادم، وكل خادم يقوم بعمل لا يقوم به صاحبه، وهم في غاية الجمال وهم في غاية الأناقة. صور بحال دخلت لواحد الفندق 5 نجوم أو 7 نجوم، كتلقى دوك الفتية اللي كيقوموا بالسخرة ينتقونهم، فيهم جمال وفيهم أناقة وفيهم طيب. فما ظنك بالمقام العظيم في الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء الخدم اللي مع الملك رضوان هم في غاية الجمال والأناقة والطيب، كما قال عنهم ربنا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الولدان هما اللي كيتسخروا، لي كارسون كيتسخروا في الجنة، أنت جالس على الأرائك في جنتك وقصرك ومع زوجتك وأولادك وأحبابك وأقاربك، كلكم في سن واحدة، يعني لا تحتاج إلى خادم، لكل منكم 1000 خادم. بالمقابل هناك ملك آخر يسمون ملائكة يسمون الزبانية. الزبانية هؤلاء والعياذ بالله سيكلفهم الله تعالى بالنار بجهنم، ورئيسهم يسمى مالك، وهو مخيف، النظرة فيه مخيف أكثر من ملك الموت. ما زال ملك الموت النظرة فيه للمؤمنين ربنا يرفق، لكن مالك اللي هو خازن النار مخيف جدا، حتى قال بنا أن أهل النار يبكون ويتنادون، ما يقولون؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أنه شديد يتلدد بالعذاب، والعياذ بالله خلقه الله تعالى لهذه المهمة. ويساعده الزبانية، وهؤلاء الزبانية قيل أنهم 19 من الملائكة، كما قال تعالى لما وصف النار: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هؤلاء يكونون بإزناد النار في جهنم والعياذ بالله، شكلهم مخيف من الهول. ربنا قال: عليهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اتركونا من هذا العالم المخيف، دعونا نتكلم عن عالم الملائكة الجميل. ربما من أجمل أنواع الملائكة هم حملة العرش، هذو أعظم الملائكة على الإطلاق. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هؤلاء الملائكة يكثرون من التسبيح والاستغفار، دورهم التسبيح والاستغفار، ويقومون بحمل عرش الرحمن. وهؤلاء أيضا يستغفرون حتى للمؤمنين. تصور المؤمنون إذا كانوا منشغلين، كان هناك المؤمن منشغل بالعمل، منشغل بالصناعة، منشغل بعمل فيه منفعة للناس ولا يذكر الله إلا قليل، ربنا عز وجل سخر هؤلاء الملائكة يستغفرون، خصوصا من كان ينشغل بالعلم، طلب العلم والمعرفة يتطلب منك وقت طويل من الدراسة والبحث،
والتحليل، لا تكاد تذكر الله إلا قليل، ما عندك وقت للاستغفار، فيستغفر لك ويتوب ويسبح لك بدلك هؤلاء الملائكة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صورك يدعو الله تعالى في السماء لك أنت أيها المؤمن، لأنك منشغل بعمل مفيد في مصلحة للناس، فهم ينوبون عنك في الاستغفار والتوبة والتسبيح. وأيضا هناك ملائكة آخرين، نحن في الدنيا نلاحظ حروب، والتاريخ البشري مليء بالحروب وبالدمار وبالخراب وبسفك الدماء، فالله تعالى قيد ملائكة خاصين بالحرب والنصر والتأييد للمستضعفين في الأرض. فالإنسان إذا غلب في الحرب وكان عدوه أقوى منه، فما عليه إلا أن يدعو الله تعالى ويستغيث، يسأل استغاثة: يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لما تستغيث الرحمن هناك ملائكة خاصين للإغاثة، هم أقوياء مثل الجنود، مثل تصور الوقاية المدنية يعني في البشر، عندنا الجنود الاحتياطيين، عندنا هؤلاء الملائكة أقوى من لك أن تتخيل. إذا استغيثت الله تعالى ينزلون. وربنا عز وجل كما سبق أن تحدثنا في غزوة بدر الكبرى في 17 من رمضان، حكى لنا كيف شارك الملائكة في غزوة بدر لما اشتدت معركتهم مع الكافرين. قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهؤلاء هم ملائكة مختصين بالنصر والتأييد للمستضعفين في الحرب. كذلك هناك ملائكة ديال السلم، الدور ديالهم هو أنهم يجلسون مجال السلم، خصوصا الذين يذكرون الله في الصلاة، يتبادلون في وقت العصر والفجر، جماعة تصعد وجماعة تنزل. وربنا عز وجل يسأل هؤلاء الملائكة وقت الفجر: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا تركناهم يصلون ووجدناهم يصلون، ثم بعد ذلك لما يعود الآخرون مع العصر: كيف وجدتم عبادي وكيف تركتموهم؟ يقول: يا ربي وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح بالحفاظ على صلاة البردين، الفجر والعصر، نصليهم في وقتهم مع الجماعة، فيهم خير كثير جدا، لأنك تكتب عند الله أنك على طول العمر تصلي. يأتوك أنك مع العصر يجدك أن تصلي، ولما مع الفجر كذلك، فتكتب عند الله تعالى أنك مواظب على الصلاة. كذلك أيها الأحباب الكرام، للملائكة أعمال كثيرة جدا، إذا أردنا أن نختصر بعضها لضيق الوقت، هناك ملائكة مختصون فقط بالصلاة على النبي. سيدنا الرسول محمد بن عبد الله هو أطيب وأنبل قلب في الوجود، وهو الإنسان فيه الكمال البشري الذي أدى دوره، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. وسيدنا النبي تعرض للكثير من الابتلاءات والشدائد فصبر واحتسب وما ضجر. ربنا لما اطلع عليه ماذا قال؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله في سمائه والملائكة الأطهار في السماء يصلون على النبي، ثم قال: يا أهل الأرض، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الملائكة أعدادهم لا تعد ولا تحصى، وظيفتهم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بل هناك ملائكة آخرين سياحين في الأرض يبلغون الرسول محمد من يصلي عليه من أمته. كل من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي الملائكة فيقفون عنده ويقولون: يا محمد، لقد صلى عليك فلان، لقد صلت عليك فلانة. يبلغ النبي الكريم بذلك. إن الله تعالى له ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام. بل هناك ملائكة آخرين يصلون على البشر
منا نحن المخطئين، ملائكة يصلون على أهل الإيمان واليقين. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله سبحانه وتعالى يقوم بالصلاة على المؤمنين، والملائكة الأطهار أيضا يصلون على المؤمنين. وفي الحديث: ما الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، يقول: اللهم صل على فلان، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، ما لم يحدث وما لم يؤذي فيه. ثم هناك ملائكة آخرين خاصين بالصلاة يوم الجمعة. يوم الجمعة كلما حلت والناس جاءوا إلى الصلاة، ملائكة تقف عند أبواب المساجد تستقبل المؤمنين، فيكتبون من يحضر الأول في الأول. فإذا دخل الإمام وجلس طووا الصحف وحضروا يستمعون للذكر. بل هناك ملائكة تكون معنا عند الصلاة كل صلاة، خصوصا عند قراءة الفاتحة. لما نصلي ونقرأ بالفاتحة ونصل إلى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قال صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا من كان راكعا ثم رفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، قال: من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا هناك ملائكة آخرون اختصاصهم أن يجلسوا في حلق الذكر، كلما كانت حلقة الذكر جلسوا، والله سبحانه وتعالى يسألهم: هؤلاء عبادي جلسوا ما يفعلون؟ قالوا: يا ربنا يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك. فيقول الله تعالى: هل رأوني؟ يقولون: يا ربنا ما رأوك. فيقول الله تعالى: وكيف بهم لو رأوني؟ قالوا: يا ربنا لو رأوك لكانوا لك أشد عبادة وأشدك لتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول الله تعالى: وماذا يسألونني؟ يقولون: يا ربنا يسألونك الجنة. فيقول الله تعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوها. فيقول الله تعالى: وكيف بهم إذا رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا لها أشد حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول: ومما يتعودون؟ يقول: يا ربنا يتعودون من النار. فيقول الله تعالى: وهل رأوها؟ يقولون: لا لم يروها. فيقول الله تعالى: وكيف إذا رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. فيقول الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لعبادي هؤلاء، غفرت لهم جميعا. جلسة الذكر، أنت جالس 10 دقائق أو نصف ساعة، يغفر لك الله تعالى كل ذنوبك. فتقول الملائكة: يا ربنا فيهم فلان ليس منهم، إنما قدم لحاجة. فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، يرحم الله الجميع. فكل جلسة الذكر ديال القرآن أو ديال الحديث أو ديال الفقه أو ديال الموعظة، إذا كانت احرصوا عليه أيها الأحباب، احرصوا عليها. وأنتم تجلسون اذكروا الله دائما: سبحانك يا رحمن لك الحمد، يا رب اعطنا الجنة، يا رب احفظنا من النار. وأنت تقول هذا الكلام ربنا يؤمن عليك ويثبت ذلك في صحيفتك. وأيضا أيها الأحباب الكرام، هناك خصوصا من يجلس لتلاوة القرآن: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فكل جلسة فيها تلاوة القرآن إلا وتأتي الملائكة. بل إذا كانت الجلسة فيها الفقه والحديث والعلم، العلم الديني تقرأه الناس يزهدون فيه، لكنه عند الله عظيم. في الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه العلم سهل الله بطريق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. كل طالب علم يجلس يذهب إلى من منزله إلى المكان ديال العلم، الطريق كله مفروش، ليس بالسجاد الأحمر بل بأجنحة الملائكة. وأيضا الملائكة أيضا يصلون على من، على كل عابد وكل عالم وكل من يعلم الناس الخير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير اللي كيعلم الناس الخير، لأن الناس كيظهروا في الحياة العامة هناك من يظهر لمكاسب سياسية، هناك من يظهر لمطالب نقابية، هناك من يظهر لصراعات وخلافات ومباهات، لكن من يعمل أنه يعلم الناس الخير سواء كان فقيه أو كان فيلسوف أو كان أديب أو كان فنان أو كان رجل إدارة أو رجل سياسة، لكن هو يعلم الناس الخير، هذا يستغفر له ويصلي عليه الملائكة، بل وأهل السماء وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في باطن البحر، الكل يصلي عليه، على معلم الناس الخير. كذلك أيها الأحباب الكرام، الملائكة أيضا تحب من يحبه الله، يعني إنسان في الحديث إذا أحب الله العبد نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. السؤال ربما حتى لا نطيل عليكم أحبابنا الكرام، من تلعنه الملائكة؟ الملائكة أيضا كما تحب وكما تستغفر وكما تصلي وتسلم على العباد، أيضا والعياذ بالله تلعن بعض الأفراد. من هم؟ أولهم الإنسان المؤذي الذي يهدد الناس بالسكين أو بالسيف أو بأي سلاح، يهدد أمن الناس ويروعهم، هذا تلعنه الملائكة، حتى قال صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، الذي يهدد أمن الناس ويروعهم. كذلك في الحديث أن الملائكة تلعن المرأة التي ترفض دعوة زوجها إلى الفراش، إذا كان الزوج يرغب في زوجته ولكن المرأة تتمنع من غير عذر، ما عندها عذر، وإنما فقط تتمنع من باب إن عكسنا، والعياذ بالله الليل كله تبيت الملائكة تلعنها. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، لأنها إذا لم تمكنه سوف تدفع إلى الوقوع في الفاحشة في الحرم. كذلك الملائكة أيضا تلعن من المرأة التي تخرج من بيت زوجها وهو عليها غضبان وهو كاره، نهاها عن الخروج في غيبته ويخرج إلى العمل من أجل التكسب ويغيب إما النهار كله وإما أيام وليالي، فيأمرها أن تحفظ نفسها، لكنها تتزين وتتعطر وتخرج ويراها الرجال ويعاكسونها وهو لا يدري. فقال أن الملائكة التي تفعل هذا الأمر تخرج من بيت زوجها وهو كاره لذلك. قال إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنتها الملائكة وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع، والعياذ بالله. فهذه الأمور هي كثيرة جدا من عالم الملائكة، نسأل الله السلام والعافية. المهم أيها الأحباب الكرام، علينا أن نستحضر في هذه العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر الأواخر هي التي فيها الزيارة ليلة القدر، الملائكة ستأتي بقوة، تتنزل الملائكة فيها والروح بإذن ربهم من كل أمر، يأتي جبريل في كبكب من الملائكة ويستغفرون للصائمين والقائمين والراكعين والساجدين، وكل من يدعو دعاء فإن الملائكة ترفع عند الله، إذا دعوت دعاء الملائكة ترفع في هذه الأيام المباركة، أيام العشر الأواخر المكرمة. فاللهم يا ربي يا كريم، تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا تلاوتنا للقرآن وتقبل منا الأعمال الصالحة. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اكتب لنا فيها أوفر النصيب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النيران، اللهم اجمعنا مع أحبابنا في جنات الخلد مع سيدنا محمد. اللهم يا رب وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك. يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبدأ مع أول مكالمة من إقليم صفرو. معنا للا فتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا عمي الحاج، رمضان مبارك وهاد العواشر المباركة، يا ربي تكمل عليكم بالهناء والسرور يا رب العالمين، والعتق من النار إن شاء الله. حياك بنتي فتحة، الله يطول عمرك، الله يحفظك ويرعاك، يا مرحبا. كيف الأحوال عمي الحاج وكيف أحوال سي سامي وسيدي مولاي أحمد الشرعي؟ الله يخليه لنا والله يمتعوا بالصحة والسلامة إن شاء الله. اللهم أمين بنتي، الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى. الحياة هكذا، يوم لك ويوم عليك، ونحن نحمد الله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. هذه الحياة الدنيا، نحمد رب ونشكره. يا رب عمي الحاج، الدعوة ديالك يفرحونا وهذا الكلام ديالك طيب، واسم على مسمى، انت انسان طيب وانسان رحيم، والله يخليك دائما فرحان ودائما مسرور عمي الحاج. استغفر الله، بارك الله فيك بنتي، الله يطول عمرك، الله يحفظك ويرعاك. يا رب عمي الحاج، انا عندي سؤال. نعم بنتي. وبغيت عاون نجدد النداء ديالي. مرحبا. واحد السؤال عمي الحاج، انا عندي له غيقل وبغيت، كنت متمنية وامنيتي الحقيقية هي نصلي في ليلة القدر، ودابا خصك تقول لي شنو ندير، واش غير ندير واش ندير الذكر والتسبيح وهذا ممكن؟ أيها بنتي بإذن الله. ندير واحد النداء، وكنشكر بزاف المحسنين اللي كيساعدونا، وكنشكر بزاف الناس اللي كيساعدوا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا الأستاذة عاطقة ولا الأستاذة بشرى ولا الأستاذة ميلودة ولا كلهم كلهم كنشكرهم. وكنجدد النداء للناس الطيبين المحسنين اللي كيسمعوا لهذه الإذاعة الرائعة ولهذا البرنامج الرائع، كنقول لهم كنترجاكم أنكم تدخلوا القناة ديالنا قناة هلال للمكفوفين، وديروا أبوني وتأبوناوا معنا وتشوفوا الفيديو ديالي صوت وصورة، وكنترجاهم في هذه العواشر المباركة التي لا يرد الله فيها دعاء ولا يخيب الله فيها رجاء، كنتمنى أنهم يدخلوا ويشوفوا الفيديو ديالي صوت وصورة ويديروا معاناة فتيحة مصفرو ويتساعدوا معايا. كنتمنى اللي كيساعدني واللي غادي يساعدني كنتمنى ليه السعادة والأفراح يا رب العالمين. يا رب. وأخو جواد الله يخليه لنا، وكنتمنى له الشفاء العاجل، الله يشفي الأخ جواد والله يمدوا بالصحة والعافية ويمتعوا يا ربي بالذرية الصالحة، ويبارك له الله العظيم في السمع دياله وفي البصيرة دياله، وأخي فؤاد الله يمتعوا بالصحة والعافية، والابن ديالو إسلام الله يكبروا في طاعة الله ورسوله ويحفظ له والديه من كل شر، وأخي هشام وكل اللي كيشرفوا على هاد القنوات الرائعين. وبغيت نجدد نداء، كنقول لهم أرجوكم ثم أرجوكم، وماشي أمر ما كان أمرهمش بشي حاجة، أنا كنت رجاهم رجاء من أخت نعم. كتطلب منهم أنهم يساعدوها إن شاء الله بنتي، إن شاء الله، الله يحفظك بنتي فتحة، الله يتقبل منك. وهذه فرصة أيضا نجدد النداء، الناس المؤمنين والمؤمنات، نحن كلنا مطالبين في هذا الشهر الفضيل بإخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر هي غتكون إن شاء الله تعالى قبل فجر شهر شوال، والإنسان ممكن أن يخرجها، هذه الزكاة يخرجها قبل موعد عيد الفطر بثلاث أيام أو أربعة أيام أو حتى أسبوع. الفقهاء قالوا كل ذلك إذا كان من أجل المصلحة والتيسير على الناس فالأمر جائز، وزكاة الفطر هي واجبة على كل نفس منفوسة، حتى الجنين إذا استهل بالصياح تلك الليلة قبل فجر يوم شوال يجب أن يعطى زكاة الفطر، وهي غير زكاة المال. زكاة المال هذه واجبة على الأغنياء، يعطى للفقراء، أما زكاة الفطر فهي واجبة على كل الصائمين، حتى الفقير يعطيها لمن هو أفقر منه. ومقدارها حاليا مقدارها هو 20 درهم للنفر، يعني في المتوسط والتقريب 20 درهم للنفر للفرد، أفراد الأسرة كلهم معك، إذا كانوا معك الخدم
أو معك بعض المقيمين حتى ما كتعطيهم وتعطى للضعفاء والمساكين، وهي خير من إنفاقها قمحا أو شعيرا أو أرزا، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يطعمون الشعير والقمح والأرز، هذا هو الغالب بالأشياء المأكولة ما يقتات. أما المعاملة النقدية فكانت محدودة في العهود السابقة، فكان الأيسر والأصلح على العباد أن تخرج من غالب قوت أهل البلد في ذلك الزمن. في زمننا هذا زكاة الفطر تبقى على حقيقتها، لكن الوسيلة يبدو بأن الأفضل أننا نخرجها نقدا، لأن فيها مصلحة للفقير والمسكين، الذي يبدو أن بعض الفقهاء يتمسكون بإخراجها قمحا والشعير ونقدا وأرزا من غالب قوت أهل البلد. ما الذي يقع؟ الفقير يعطي هذا القمح وهذا القمح وهذا القمح، فيتجمع عنده القمح، ماذا يفعل به؟ وهو محتاج إلى طعام آخر، محتاج إلى 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 خضروات وإلى فواكه وإلى لحوم وإلى أسماك، ومحتاج إلى إلى فاتورة الماء والكهرباء، محتاج إلى النقل، محتاج إلى دواء، فماذا يفعل؟ يضطر أنه يعيد بيع ذلك القمح لصاحب القمح بأقل ثمن ويأخذه دراهم. وبهذا نكون قد ضيعنا الحكمة والمقصد من زكاة الفطر. فهذه الزكاة من الأفضل أننا نخرجها في زماننا هذا نقدا، وهذا موافق للسنة، لأن احنا عندنا في الشريعة عندنا التوابت وعندنا المتغيرات، هذا هو المنطق الفقهي، عندنا دائرة التوابت ودائرة المتغيرات. التوابت لا تمس، أصل الزكاة ديال الفطر وإخراجها ووقتها وكل ما هذا التابت، أما الكيفية التي فيها المصلحة تتغير، ففي زماننا هذا هو الأفضل، وخصوصا بعض الناس اللي خارج أرض الوطن، الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حتى ما يتساءلون يعني هذه القيمة هي 20 درهم يصرفوها ما بالأورو أو بالدولار، ولمن يعطوها؟ كيعطوها الفقراء المسلمين اللي معهم. لكن البلاد الغربية أوروبا وأمريكا الآن وكندا وما جاورهم ما في فقراء، هذه الدول هي غنية وعندها نظام ديال الحماية الاجتماعية مرتفعة، هي تتبنى مبدأ حقوق الإنسان وكتدير الحماية الاجتماعية، لأنهم علمانيون كيقول غير الدنيا اللي عندنا، احنا ما نفكروا في الآخرة، هما الدنيا خصها تكون مزيانة، ياكلوا ويشربوا ويتمتعوا يكون نظام. لكن كنلقاو بأن اللي بغى يعطي الزكاة في البلاد الغربية ما يلقاش الفقراء، يلقى كل شيء أغنياء. فأيضا هنا بعض الفقهاء يمنعون من إخراجها أو إرسالها إلى بلادي، ماذا خطأ؟ ممكن أن ترسلها إلى بلدك، بل أفضل أن ترسلها إلى بلدك إذا كان البلد ديالك محتاج. إحنا في مغربنا العزيز إحنا كنعرفوا بأن كاين واحد الفئات اللي فقيرة ومعوزة ومحتاجة، هم أولى بها من الغريب. فالناس اللي في أوروبا وفي أمريكا عندهم زكوات، ممكن واحد فيهم يتطوع ويجمع ديك البركة ديال الزكوات ويرسلها إلى جهة معينة، إما إلى دار الأيتام، وإما إلى دار العجزة، وإما إلى مستشفى من المستشفيات، وإما إلى واحد في المحكمة عنده أحكام الإفراغات القضائية، الناس المهددين بالكراء، وإما لهذه القناة مثلا، القناة ديال المكفوفين ربما يحتاجون إليها وما أكثر ذلك، فهذا يكون فيها منفعة أكثر. فأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. وجوابا للفتيحة عن سؤالك، أنك الآن عندك لغاقل يعني العادة الشهرية، دم الحيض شيء كتبه الله على بنات حواء، والحكمة من دم الحيض هو تطهير الرحم، الله تعالى كيجعل كل شهر هذا الرحم ديال المرأة يتنظف ويتطهر، كيعود مؤهل لاستقبال الجنين إذا كان الحمل، هذا هو الغاية من دم الحيض. فالمرأة في هذه الأيام قد توافق ليلة القدر، ما تصنع إذا كانت حائضا؟ لا تحرم من العبادة، وإنما تملأ وقتها بالذكر وبالاستغفار وبالحمد والشكر للمولى عز وجل والصلاة على النبي المختار، ولها أن تستمع للقرآن، طبعا لا تلمسه خلاف في لمس القرآن، ولكن إذا باش نخرج من الخلاف أن تستمع إليه، إلى عندها هاتف نقال راه دير التيليشارجمون ديال المصحف الشريف، غتلقى مقرئين كثر وتستمع، وخا تمسك الهاتف النقال ليس له حكم المصحف،
لا يمسه إلا المطهرون. الهاتف النقال هو غير شريحة فيها عدة مواضيع في السياسة والأخبار والفن وغير ذلك، وفيها تسجيل المصحف، فهو ليس بمصحف. أنك تمسك الهاتف النقال الذكي وتقوم بشحن واحد المجموعة أو تحميل صور قرآنية أو مقرئين وتستمع إلى القراءات، فهذا كله خير مباح، وتكثر من الدعاء الحائط، تكثر من الدعاء، لكنها لا تقرب المسجد، لا تدخل المسجد، لها أن تجلس بمحادات المسجد. كان بعض النساء، أذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاة العيد، حتى دعا الحيض والعواتق أن يحضرنا، لكن يتجنبنا المجالس للصلاة، تريح ولكن بعيد شوية بس تسمع القرآن وتشهد دعاء المسلمين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. نتحول إلى إقليم الشمعية، معنا السي هشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا هشام معذرا قطع الخط عنه، معذرا يا هشام. ونتحول إلى الرباط، معنا السي الحسين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أهلا بك، حياك الله مولاي. ماشي حسين، حسني سي حسني. مرحبا مولاي. مرحبا سي حسني. الله يطول عمرك مولاي، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، مبروك رمضان كريم، ونتمنى لي سبع شهور تدخل لك بالصحة والعافية يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم. بزاف بزاف في هاد 27. وعندي واحد السؤال سي الدكتور. نعم سيدي. إذا كان ممكن دلنا واحد حلقة كيفاش نحيو حياة طيبة، فما كانش الناس ما كيعرفوش شنو الحياة الطيبة، كيعرفوا غير ايش رامي مزيد هذاك، كل معنى ديالو، كل الظروف ديالو، كل الشخصية ديالو، ولكن الناس ما بقاش الطبيعة الشخصية ديالو. اللي كنشوفوا الحلقات بحال الحلقات كتشابه، ما بقاش نسمع الناس كيسولوا، ما بقاش نسمع الناس كيسولوا الذكر ديالهم على الأسئلة تاعهم الخاصة، ولا كنسمعوا غير هذاك المقال. أنا في حاجة ماشة للمساعدة، ولكن البرنامج راه عنده الطبيعة ديالو، خصو يبقى في الطبيعة ديالو الخاصة. هذه جهة. الجهة الثانية باش تكلم أنا نتعلم أنا نعرفوا كيف نديروا نحيوا حياة طيبة، باش الإنسان يفهم ماليه وما عليه. يعني شحال واحد يكون ميسور وعنده وكيدير شي حاجة عشوائية وكيتوصل لواحد اخر ما عندوش حق باش يوصل هذا المساله هذه كامله للخطا ديالو. كتلقى عنده والدين ميسورين، كتلقى عنده خوتو ميسورين، كتلقى عنده كلشي ميسور، ولكن هذاك كيتخبى ويدير اعلان بصمت ويبلغوا للاذاعه، ولكن الشيء ماشي قانوني. هذاك الناس حاجه الناس تبعت المساعده وما كيذكروهاش. لقاش دابا صاحب الجلاله نصره الله عطى واحد المطبوع ديال الدعم، دابا خدمت كلشي توفر له. الحمد لله المحطة هنا كلشي توفر. هذه كرامة من طلعة كبيرة، وداك مستمر عندك واحد المكان شهري يعني مستمر فيه. علاش راه نطلع كل خطرة ناكل الجو وندير برامج خاصة بحال هكايا ونخلق المشاكل؟ لا، قناع بما عطاك الله، وقناع بما عطاك بما ترضى، والإنسان يتوكل في إعلان فيتوكل. ماشي ضروري نطلب الإذاعة وندير إعلان، ولكن حتى الإذاعة غتبقى خاصة مستمرة لهذا الشخص هذا كامل اللي كيطلب المساعد. واحد النهار ما تبقاش إذاعة ما تبقاش، وهذا البرنامج ما غاديش يبقى، ولكن شنو غادي تحتازو؟ هذا السؤال الأول. نعم. باش نحيا طيبة، باش نعرفوا مالينا ومالينا في هذا المجتمع. حنا كنسمعوا الناس جداد شحال هادي دونك كنسمعوا والو، كنتصل بالبرنامج باش نسولوا على شي أسئلة، كيلقى واحد آخر كيتصل كيعطي نفس الأسئلة اللي غادي تسول أنت، كتستافد منه، دابا كنستافدوا والو. بقينا نعرف حتى شي حاجه يعني. هادشي بغيت نقول لك الحاج، وسوس ولا داك وسوس سمحت لي بزاف. العفو سي حسني، شكرا لك اخويا، شكرا. مرحبا مرحبا. اياه. السلام عليكم سي الطيب كريزان. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف عمي الحاج لاباس عليك؟ بارك الله فيك. لاله الله يطول عمرك. عواشر مبروكه ان شاء الله بالصحه والسلامه، ان شاء الله بالتوفيق، ربي يوفقنا للخير ان شاء الله. يا رحمن يا رحيم، بارك الله فيك. استاذ انا بغيت نسولك سؤال، ولا بغيتي نقراك واحد شويه القران؟ الله يجازيك بخير. مرحبا. هي مرحبا لاله، سوي تفضلي سوي السؤال الاول. حاولت باش نشارك معكم في ديال المسابقات ديال القران الكريم، وما تشدليش الخط وما توفقتش. ما شاء الله. مرحبا على كل حال. مرحبا مرحبا، الابواب مفتوحه دائما ان شاء الله. الله يكبر بك، الله يرحم الوالدين. نبدا بالسؤال ولا بالقرايه؟ واخا بدي بالسؤال. يلا استاذ، انا غنسولك بحال دابا اللي كتجيه العاده الشهريه وكتتعدى القانون ديالها،
يعني بحال دابا كتجيك هكا بحال دابا 6 ايام 7 ايام انت كتفوت 10 ايام شنو الله يجزيك الخير شنو المعمول ديك الساعات يعني واش تغسل تصوم بها وتصلي بها ولا تسنى تكمل ولا ما عرفتش واخا لا مزيان سؤال مهم ان شاء الله نجاوبك عليه لله الله يرحم الوالدين الله يجزيك بخير اللهم امين ودابا نسمعوا كلام الله عز وجل بصوتك الطيب نقرا واحد شويه ما تيسر اياه إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبت فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله عليك بنتي تبارك الله عليك بارك الله عليك هذا ما تيسر من سورة لقمان ربنا عز وجل يتحدث فيها عن مظاهر الخلق خلق السماوات بغير عمد ترونها سبحان الله العظيم خلق الله شكرا لك بنتي وكنتمنى إن شاء الله لك التوفيق في الدراسة ديالك للقرآن العظيم ونار الحد إن شاء الله عندنا هذا الأحد يكون عندنا المسابقة النهائية الختامية في تجويد وترتيل القرآن العظيم بالقراءة المشرقية والقراءة المغربية لغي شاركوا فيها ذكورا وإناثا وكبارا وصغارا يعني بدون أي شروط الشرط الأساسي هو أن نقرأ جميعا كلام الله ونتحلق حوله وهذا الأسبوع المقبل المرتقب بإذن الله تعالى غادي يكون حاسم وغيكون هو فيه الكبار يعني غتسمعي واحد الأصوات ما شاء الله عليها أصوات يعني ديال الفطاحل سمعنا لهم في اللقاءات الأولى وتأهلوا كاين رجال وكاين نساء شباب وشابات صغار وتبارك الله مستوى رفيع جدا من حيث الأداء ومن حيث المقامات الصوتية ومن حيث القواعد ديال التجويد ومن حيث تبليغ الإحساس إحساس بالخشوع وبالهالة ديال القرآن كل هذه الأشياء هي قتقوم بها إن شاء الله اللجنة ديال التحكيم فكنطلب إن شاء الله تكونوا معنا يوم الأحد صباحا من 10 إلى 12 نهار صباحا وغتكون إن شاء الله واحد المنافسة قوية ورائعة للغاية شكرا لك بنتي وجوابا على السؤال الفقهي اللي طرحتي المرأة اللي كيكون عندها العادة الشهرية كتسمى العادة لأنها معتادة كتجي في العد ديالها في التوقيت ديالها كاين اللي عندها 3 ايام 5 ايام 6 ايام قال العلماء اقلها 3 ايام واكثرها 15 يوما وبنات حواء يختلفون من حيث المده بحسب الهرمونات النشيطه او لكان انسان متعب او كان معصب او كان كذا كتختلف لكن الانسان اذا كانت عنده العاده مضبوطه كيجي الدم ديالو معروف ثم من بعد دازت المده واغتسل وبقى عندك الدم كتخرج هاد الحالة كيسموا العلماء هذيك ماشي حيضة هذيك استحاضة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي يا رسول الله أنا أستحي نقول لك واحدة وقالت لي هاد كانت فاطمة الزهراء هي أصلا جات بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبغت تسول بها الرسول الكريم واستحيت وقالت الأم سلمة زوجته فأم سلمة سولت النبي الكريم ما حكم هاد المسألة قال لها الجواب قال إنما ذلك عرق انفجر منك فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة قال هذا غير عرق يعني استحاضة ليست حيضا
الحيضة هي اللي كتجي في الوقت ديالها المعتاد وكتكون فيها دم أحمر، أما الأخرى فهي استحاضة دم انفجر، كان إنسان مقلق أو عنده اضطرابات في الهرمونات أو غير ذلك، هذاك الدم الآخر قال لها الحكم أنها تغتسل الغسل المعتاد ثم تصلي. ولكن إيش الأول الفرق اللي عندها؟ أنها تتوضأ لكل صلاة، تجدد الوضوء عند كل صلاة، وخا تكون كتصلي وتشعر بأنها كتقطر بالدم أثناء الصلاة لا حرج عليها، حكمها هو تجديد الوضوء عند كل صلاة. وهذا حكمه بحل اللي عنده مثلا الريح، كاين الناس اللي عندهم مرض بالريح، الناس اللي عندهم مرض القلب كياكلوا واحد الدواء خاص وكيكون عندهم أعراض، أول أعراض كتهضر عليهم هو كيخرج منهم الريح دائما بالتكرار، فهؤلاء كيتحرجوا وقت الصلاة أش غنديروا؟ يتوضؤون عند كل صلاة، كتجدد الوضوء ودخل الصلاة، ولو وقع لك خروج الريح وأنت تصلي لا حرج عليك. وكاين كذلك بعض الرجال اللي كيكبروا في السن وكيصير عندهم ما يسمى بسلس البول، سلس البول أنه يلا كيشرب الماء أو كيشرب الشاي واحد اللحظة كيشرب التبول، فكل صلاة كيجي التبول عند الصلاة، هذا سلس البول بحال سلس الريح أنه يتنظف ثم يجدد وضوءه عند كل صلاة. فالإسلام الحمد لله في باب الطهارة ميسر، والغاية أن يبقى العبد مع ربه. وكنشكر السي حسني اللي يطرح لنا هذا المحور أننا نتحدث عن الحياة الطيبة. احنا برنامجنا اسمه كلام طيب، وهذه الغاية، الغاية أننا احنا في برنامجنا هذا نريد أن نحصل الحياة الطيبة. حسب اجتهادنا المتواضع نرى بأن الحياة الطيبة تتحقق أولا بمعرفة الله، أن البرنامج يكون فيه التعريف لله، أننا نتعرف عن الله ونعيش مع الله، نعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ونعرف تدخل الإرادة الإلهية في حياة البشر وعلاقة البشر بربهم، هذا المحور الأول باش تكون الحياة طيبة، ونتعرف على الله تعالى الرحيم اللطيف الكريم الحنان المنان. الأمر الثاني هو التفقه في الدين، التفقه في الدين، لأن الحياة الطيبة تقتضي منا أن نتفقه في الدين، نعرف أحكام الدين لأنه هو الأساس، كل ما عدا الدين فهو ربما متاع الدنيا قليل، ولكن الدين هو الأساس، التفقه في الدين نتعرف كيف نعبد الله تعالى على علم. وبالمناسبة هذا العبد الضعيف تخصصي هو هذا الفقه الديني، على الدراسة الفقهية، الخلاف العالي ومقاصد الشريعة العليا، يعني ممكن كتفهم جميع الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات وفي القضايا ديال الشأن العام تربطها بالمقاصد العليا للشريعة. وكنتمنى إن شاء الله الناس يسألون في هذه القضايا، ولو تكون قضايا شوية حساسة، يعني عندنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والفهم، الفهم العلمي المبني على القواعد الفقهية وعلى علم الأصول وعلى المقاصد الشرعية العليا. ثم بعد ذلك، بعد معرفة الله تعالى والتفقه في الدين، الحياة الطيبة أيضا كيكون التراحم فيما بيننا، أننا نخلق التراحم فيما بيننا. الحياة الدنيا هي يوم لك ويوم عليك، هذه الحياة الدنيا خلقها الله تعالى هكذا، هذا التصميم، هذه الهندسة الربانية دي الحياة، هي يوم لك ويوم عليك. اليوم الذي هو لك كتمتع وكتبرع، عليك أن تكون من الشاكرين، واليوم الذي يكون عليك غتدفع الثمن وغتكون عندك ابتلاء وعندك أمراض وعندك مصائب وعندك خسارة، أش غدير؟ غتصبر وتحتسب وتبقى مع الله تعالى، هكذا هي الدنيا. هذا حتى نلقاو الله تعالى يوم لك ويوم عليك إلى أن تلقى الله تعالى، كنتعلم كيف نصبر وكيف يصبر بعضنا بعضا وكيف نتراحم، خصوصا الحياة هي فيها مشقة وفيها متاعب، الناس الضعفاء الناس المساكين كنحاولوا نترحموا في بيننا. أي نعم أخي حسني، هذا البرنامج ديالنا هو ليس برنامج للمساعدات المالية، كان عندنا في الإذاعة ديال ميد راديو برنامج خاص للمساعدات المالية اللي كان سميته قلوب رحيمة، وكان ذاك البرنامج يعني عنده قواعده، كانت فيه اتفاقيات مع جمعيات
بعضها طبية وبعضها اجتماعية، وكان هناك قرار من الوزارة العليا للإعلام، وكانت هناك موافقة من الأمانة العامة للحكومة والجمعيات اللي كنا مديرين معها هذا الاتفاق، كتسمى جمعية ذات المنفعة العامة، وكان واحد طاقم كبير يشتغل، البعض يشتغل في دراسة الملفات الطبية، والبعض الآخر في استقبال المرضى، والبعض الآخر في كيستقبل المكالمات على المحسنين، والبعض الآخر كيقوم بتدبير الشأن المالي في الأبناك، وكيقوم بالعملية الحسابية مضبوطة، وكيكتب التقرير النهائي في كل مرحلة. داكشي كان منضبط، ودوز واحد السنوات طويلة، أو 5 أو 6 سنوات، وكانت ناجحة للغاية. لكن اللي وقع هو أن جميع الإذاعات في مغربنا العزيز هذه العملية توقفت. علاش؟ لأن البعض يستغلها، كاين هناك أعداء الوطن كيسمعوا بعض البرامج اللي هي واقعية، وكيقولوا شوفوا البلاد ديال المغرب فيها الفقر، وبلاد ديال المغرب الناس ضعفاء، والدولة ما قيمش بالواجب ديالها، والحكومة ما قيمش بالأمر ديالها، فكتصبح هذه المسألة وسمة عار على البلاد. ثم كاين هناك أيضا بعض المناوشات الأخرى الموازية، فارتأى الناس المكلفون أنهم يوقفوا هذه البرامج، خصوصا وحنا في المغرب ديالنا الدولة دينا تبنات الحماية الاجتماعية، يعني أي واحد كيشعر بأنه فعلا فقير ومحتاج كيدفع الملف ديالو لدى المصالح في الجماعات المحلية، وركينا المصلحة ديال الشؤون الاجتماعية والحماية، وكيقوم بعملية ديال دراسة الملف ديالو، ومن بعد كيعود يتوصل بواحد القدر ديال المال كتعطيه الحكومة، وهذا مشروع ملكي كبير. سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه هو مشرف عليه ويقوم به، والدولة غادية في هذه الحماية الاجتماعية، وإن شاء الله أي واحد محتاج يقدم الملف ديالو للجماعة المحلية، وراه غادي يصبوا ليه المصلحة ديال الحماية الاجتماعية، والهندس ديالو كان ضعيف كيستحق المساعدة، وكيعطوه واحد الراتب شهري كيعيش به معزز مكرم. فكنتمنى ان هذه النصيحه اللي قالها الاخ الفاضل انها تعم الجميع. حنا كنا حاولنا باش نتفاداو هذا الموضوع، قلنا لاخواننا المكفون الكفوفات انهم يصوبوا بعضياتهم واحد القناه خاصه بهم، وحنا في الاذاعه نبقاو غير مره نذكروا غير الناس بهم، نقول لهم عافاكم راه كاينه واحد القناه اللي بغى يمشي ليها، بلا ما ندخلوا حنا في المسائل، لان مسائل حساسه ديال الاموال، ونطلبوا الله تعالى ينفع الجميع ويبارك في الجميع. وهذه ان شاء الله تعالى نداء جديد من اخينا حسني، انا اوافقه واشد عليه، بغينا البرنامج ديالنا يعاود يرجع للشعاع ديالو من قبل، اللي هو نطرحوا فيه قضايا فقهيه وقضايا اجتماعيه وقضايا راهنيه، وحنا غنتكلموا بكل حريه. عندنا الحمد لله كتاب الله عز وجل بين ايدينا، عندنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي واضحه في قلوبنا، وعندنا الحمد لله التراكم الفقهي ديال علماءنا الاجلاء، وعندنا الحمد لله واحد درايه بهذا الواقع الاجتماعي، الواقع الاقتصادي، الواقع السياسي، الواقع النقابي، الواقع النفسي، الواقع ديال الاسره، يعني عبد ربه راه مخالط للحياه، عبد ربه هذا الضعيف مخالط للحياه جدا، يعني في المجال السياسي والنقابي والاعلامي، بحكم أنني كنشتغل في واحد الإدارة حساسة لمدة 30 سنة، وأعرف جميع الملفات الساخنة وكيف يتم تدبيرها أمنيا واقتصاديا وسياسيا. وأيضا عبد ربي الضعيف ومشارك مع الأسر، كنعرف الأسر كثير، كندخل كل نهار أسرة في شكل الأثرياء والفقراء والضعفاء والناس ديال الإجرام والناس ديال السحر والشعوذة والناس ديال المس وديال الجن وكل ما يخطر على بالك. فهذا الأمر هذا عندنا فيه واحد البركة فتح الله علينا، فنبغي الناس نتكلموا في الواقع ديال الحياة، كيف نحقق الحياة الطيبة، وربي عز وجل يكرم الجميع ويفتح باب الرزق والخير على الجميع. وما بغيش إخواني اللي هما مكفوفين ومكفوفات يتقلقوا منا، حنا حاسين بهم، لكن بعض الناس كيلاحظوا بأن البرنامج فعلا انحرف عن مساره، اللي هو القضايا النفسية والقضايا الاجتماعية والقضايا الفقهية والقضايا الدينية والقضايا الراهنية، هذه كلها كثيرة بغينا نتكلموا فيها ونكونوا على بوابة على الواقع لنتقدم إلى الأمام، ونطلب الله تعالى يغني الجميع. الله تعالى هو الغني، الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا. وشكرا لك أخي حسني على هذه الملاحظة النيرة، وبارك الله لك في جهودك، وأسأل الله تعالى أن يتولانا بعنايته ورعايته. قولوا معنا جميعا أمين.
آمين 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 يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود إليكم مستمعي الأفاضل ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم إنزجان، معنا للا حافظة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يحفظك وليدي، والله ما بدي سهل عليك. بارك الله فيك الشريفة، الله يطول عمرك. للا لك أكتب إيكي معايا مع بنتي وشدت الدعوة. يا ربي يا ربي، هي بغات تكون محامية وما كان عندنا لا فلوس ما عندنا والو ما عندها هي والو، وجابنا الله واحد الفيرو وزعت إن شاء الله ولات محامية لي. لا الله، ولكن من اللي وات محامية وليدي تعرف. نعم أش وقع للا حافظة؟ انقطع الخط مع ديرات للا حافظة. كنا نتمنى نسمعوا المزيد. هو أول حاجة للا حافظة، الحمد لله مادام البنية ديالك الحمد لله كانت دارسة القانون وعندها الشواهد العلمية وعندها الرغبة، غدوز الامتحانات ديال المحاماة غتلقى النصيب ديالها. الحمد لله المباريات التي تمت ديال المحاماة في بلادنا رغم ما قيل حولها من شوائب فهي على العموم يعني كانت نزيهة بالشهادة ديال واحد المجموعة ديال الناس اللي كانوا في لجنة التحكيم، كنت أعرفهم وكنحكوا لنا بأنهم فعلا نزيهة لواحد درجة كبيرة جدا، ولا كانت بعض التجاوزات المحدودة، فربما هذه من النقصان البشري. والحمد لله إنسان مع الدعوات ملي كيبقى يدعي الله تعالى وكيدير الأسباب والمسببات وكيحفظ وكيدرس وكيستكمل المعرفة ويكمل الإجراءات وكيبقى دائما يدعو الله تعالى، أكيد أن الله سبحانه وتعالى غادي يوفقه وغادي يوصل. فهنيئا البنية ديالك اللي وصلت للمحاماة، هذه المهنة الشريفة هي مهنة المتاعب، خصوصا اللي كان فيها عنده ضمير حي أنه يريد أن ينصف المظلومين ويريد إقرار العدالة ويريد حماية المستضعفين. المحامي رأى أعظم مهنة بعد الداعية والطبيب كالمحامي. الداعية يعلم الناس دينهم يقربهم إلى مولاهم، والطبيب يعالج مرضاهم ويداوي سقمهم، والمحامي يدافع عن المستضعفين ويرفع لواء الحقوق. فهنيئا لها بهذا المهنة الشريفة. لكن عليها أن تستعد للا حافظة، كما ذكرت من قبل الحياة الدنيا هي يوم لك ويوم عليك، هي الحياة الدنيا، وكين دائما دائرة الصراع. ملك يدخل الإنسان لأي ميدان لن يجد الأرض مفروشة بالورود والأزهار، غادي يلقى الحياة مزيانة طيبة ولكن غادي يلقى بعض العقبات. أولها غادي يلقى أعداء النجاح، كاينين بعض الناس الله يسترنا ويسترنهم ويغفر لنا ولهم كيتسموا أعداء النجاح، ما كيبغوا حتى واحد ينجح. وكين إما يقدر يكون زميل لك في العمل منافس من باب المنافسة الغير الشريفة، وإما إنسان ما عنده تعلق بالعمل ولكن هو حقود أو حسود كيبقى ينظر لك واحد النظرة، علاش هذا نجح، علاش هذا وصلت لهذا المقام، شوف الزهر اللي من أعطاه الله تعالى، فتصاب بالعين. وهذا حق، العين حق، إذا أصيب بها الإنسان كيوقع عليه تغير في الحياة ديالو كيلقى متاعب كثيرة. على أي الإنسان هو ضعيف بنفسه قوي بربه، دائما نستعين بالله. إذا شعرنا بأن عندنا ظروف صعبة في حياتنا نحصن أنفسنا، نحصنها بالأذكار ديال الصباح وديال المساء، بالتعويذات اللي هي في السنة النبوية وأبرزها الإخلاص والمعوذتين، ثم كتكون القافلة تسير إلى الأمام. لا يهمك أعداء النجاح، لا تستمع لانتقاداتهم، وإنما وضع يدك في يد الناجحين. ونطلب الله تعالى الحفظة، الله يحفظ لك بنيتك، الله يحفظها بالسبع المثاني، اللهم تعالى يحفظها بالقرآن الكريم، اللهم تعالى يحفظها ويعطيها المزيد من النجاح والتألق. ولجميع أبنائنا وبناتكم إنه سميع قريب مجيب. نتحول إلى إقليم الشماعية، معنا السي هشام. ألو، السلام عليكم عم الطيب كريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك الصحة لاباس. حياك الله يا هشام. ونحمد الله رب العالمين أن جمعنا في هذا اللقاء، صراحة قد طال الاشتياق للتكلم
مع أطيبي وأخلصي وأصدق الرفاق، فالحمد لله أن أكرمنا بهذا اللقاء من طيب قريبا. بارك الله فيك أخويا، أعزك الله، استغفر الله. وأمي طيب، أولا تلحي سي سامي صراحة يجيبنا، فصراحة سي سامي صراحة أمي طيب، فالابتسامة لا تفارق محية، هذا هو الأمر الجميل. فالتحية الله وفقه الله. طيب سي مولي أحمد الشرعي، أولا ندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر أموره وأن يصلح شؤونه صراحة، يفتح لنا هذه الإذاعة. الفضل من بعد المولى جل وعلا يعود لهذه الإذاعة التي أضاءت حياتنا ونورت قلوبنا وأنارت عقولنا وعلمتنا وفقحتنا فيما جهلنا عن منهج ربنا وعن منهج سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يسلي الأمور، الله يصلح لوليدات سي مولي أحمد الشرعي والدعم الطيب قريبان الوالدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهما في أعلى عليين. اللهم أمين يا رب. ويسكنهما فسيح جنانه. يا كريم. وأن ينزل عليهم الرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يجعلهما فروح وريحان وجنة نعيم، وأن يجعلهم في مقام صدق عند ملك مقتدر. اللهم أمين يا رب. صراحة أجمل ما في الوجود وأجمل من أجمل كنوز الدنيا صراحة عمي الطيب، شخص يجلب الرحمة لوالديه. لا إله إلا الله. صراحة أنت عمي الطيب مجلب الرحمة الوالدين تاعك، فقول المسلمين إن شاء الله يكونوا أمين، صلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما برحمته الواسعة. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. عمي الطيب، أولا يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى، فصلاتكم وسلامكم نور لكم في أمسكم ولكم غدا، فيا خير رسل الله قدرك قد سما، فاشفع لمن صلى عليك وسلم. فعمي كريبان، جيت بغيت نتكلم شوية على الإحسان. عمي كريبان، سيتو في هذا العشر الأواخر من رمضان. نعم. العشر العظام صراحة. فأقول عمي طيب كريبان، من أجمل ما يرمم صرع القلوب وقروح العيون أن تكون محسنا للآخرين بإحسانك إليهم، بتخفيف آلامهم، بحمل همومهم، فهذا الذي يدخل الفرح على قلوب الخلق له عند الله مقام كبير. لا إله إلا الله. أنت لا تريد بإحسانك إلا الله جل في علاه، لا تريد ثناء، فما أسعدك. وإن كنت تتصدق كل يوم بصدقة أو ابتسامة أو بإحسان من أي إحسان، فحاشاه رحمن السماوات أن يخذلك. لو اطلعت على الغيوب ولطفها لعلمت أن الخير فيما اختار لك. والباب بتاع الصدقة سبحان الله العظيم، فهو يسد 70 بابا من أبواب السوء سبحان الله. أما إن فرجت هم الضعفاء المحتاجين وساعدت الفقراء والمساكين ونفست كرب المرضى المبتلين المستضعفين، فوالله لن يخزيك الله أبدا. لا إله إلا الله. فأبشر ثم أبشر، فالله رب العالمين أولى بالكرم منك. فالحمد لله. الإنسان مهما عدو يشتغل في فعل الخير، فخيرا تعمل سترا تلقى، فرجا تلقى، أجرا تلقى. أكيد. فالإنسان عندما يساعد أخاه المسلم، وكما تنبث على شفيع الأمة ونبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال من سعى في من مشى في قضاء حوائج أخيه تبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. قال لأن قضاء حوائج الناس صراحة فيه متعة لا يعرفها إلا من جربها. ففعل الخير مهما استصغرته، فإنك لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة، فلا تتوقف أبدا عن فعل الخير. مهما اتاحت لك الفرصة فلا تتوقف أبدا عن فعل الخير، لأنك قد يكون ذاك اليوم التي أسعدت فيه ذاك الإنسان فقد كسبت فيه رضا الله إلى أن تلقاه. والحمد لله. كما أبشر من يساعد الفقراء ومن يساعد الناس ويقف معهم ويحسن إليهم، جاءت ثلاث عطايا جاءت في السنة النبوية الصحيحة ولله الحمد. أولا بفضل الصدقة يغفر ذنبك، يستر عيبك، ثم يغشى همك. فالحمد لله على هذه الفضائل.
والحمد لله فالله سبحانه وتعالى يقول من يقول في محكم تبيانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمؤمن إذا أنفق مما يحب وجد العظم عند الله. لا إله إلا الله. المؤمن إذا أنفق مما يحب وجد العظم عند الله، وهذا معروف ومتواتر ومجرب. فاسألوا أهل الإحسان واسألوا أهل الصدقات، فكلما كانت التضحية لوجه الله جل وعلا أكبر رأى ذلك المحسن عجائب قدرة الله. لا إله إلا الله. وأما طيب الحكي واحد قصة مختصرة، وأتمنى جميع المستمعين الكرام يستخلصون منها العبر. عمي طيب واحد ثلاثة الخوات تاع عمي طيب مكفوفات، إيه؟ فلا يرون شيئا، وكانت عندهم واحد الأم صراحة من أطيب خلق الله تعالى، كانت تساعدهم. هما الأخوات المكفوفات عمي طيب كانوا في البلدة، أمهم كانت تساعدهم وتحمل همومهم وتخفف آلامهم وتساعدهم هنا في المنزل هكذا. فصراحة عمي طيب عرفت العيشة الغربية، فهي بهذه العبارة عمي الطيب هي كانت نور لهم، هي كانت وينات مع عمي الطيب أدمان. ففجأة هذه الأم الكريمة قدر الله سبحانه وتعالى أن مرضت بمرض النسيان. الله أكبر. الأم مسكينة تصابت بمرض النسيان. والجميل في الأمر عمي الطيب، أردت المستمعين استخلصوا منه عبر، الأخوات الثلاث أخوات المكفوفات صراحة لما نزل البلاء عن أمهم لم ينكسروا، لم ييأسوا، لم يستسلموا، لم ينهاروا، بل لم يقنطوا من رحمة الباري جل وعلا. فلما نزل البلاء على أمهم فاسمع ماذا فعل عمي الطيب، فأحسنوا ضيافة البلاء. لا إله إلا الله. فأحسنوا ضيافة البلاء، رغم أن الأم طيبة مسكينة ويزيد يومها كل يوم بأسها، لكنهم لا زالون يحسنون إلى هذا البلاء. عم الطيب معي واحد الأخت منهم عم الطيب أتكلم معك، تشتاق إلى التكلم معك عم الطيب، جزاك الله خيرا. الله يصبرهم، الله يصبرهم جميعا يا رب. مرحبا. اللهم آمين. مرحبا. اللهم آمين. مرحبا بك. عم الطيب رسالة أخيرة للمستمعين الكرام ذوي الإحسان، فصراحة عم الطيب كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سبحان الله. لن يدوم إلا وجه الله جل وعلا، فعامل بمعروف فإنك راحل واترك قلوب الناس نحوك صافية. فهذه سنة الحديث عم الطيب، قالك أرحام تدفع وأرض تبلع، ولم رأك الله أنه ما هذه سنة الحياة، أنه من عاشمت ومن ماتفت ومن كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، فاستكثروا من فعل الخيرات لكي تضاعف لكم الحسنات وتفوزون بجنان رب المعجزات. فاستكثروا من فعل الخيرات في العشر الأواخر. فالأخوات عمي الطيب لذلك الأخت عمي الطيب هي تنتمي لقناة شجرة أمال للمكفوفين، فصراحة أخت طيبة ما شاء الله ذاكرات ومحتسبات لسانهم عذب بذكر المولى جل وعلا عمي كريبة. فلو الأمر الجميل الذي خلاني نتكلم مع عمي الطيب، فاللي بغيت تعرف للأخوات ويعاونهم صراحة القناة فيها الفقراء مساكن، فاللي بغيت تعرف للأخوات يكتب قناة شجرة أمال للمكفوفين، فغيلقى واحد رقم يتصل في الجوال. والحمد لله على نعمة الإحسان، ففعلوا الخير لعلكم ترحمون. وقلت لك عمي الطيب الأخت مثل الأخت مريم في تقاسم. مرحبا. أتفضل. السلام عليكم. السلام بنتي مريم. أيها. نعم، ربما هناك مشكل في التواصل مع الأخت مريم. على كل حال أخونا هشام الرسالة قد وصلت، وهذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا فيها ابتلاءات شديدة وابتلاءات خفيفة وابتلاءات قصيرة، هي ربنا سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وهو يحكم الخلق بما شاء سبحانه وتعالى. والمؤمن هو خاضع لجلال الله، مستسلم لقدره خيره وشره. فالإنسان هو يتعرض، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهذه القصة اللي ذكرت لنا هي مؤثرة للغاية. هذه البنات الثلاثة هما في العالم القروي منطقة سيدي قاسم
في المنطقة الوسطى بالمغرب وكيعيشوا أنهم بثلاثة مكفوفات، يعني هذا ابتلاء شديد. إلى عندك غير فرد واحد في العائلة مكفوف كتشعر بأنك محتاج إلى بذل مجهود مضاعف من أجل الخدمة. فما ظنك أن يكون عندك ثلاث فتيات مكفوفات؟ هذا بلاء شديد، وهذا البلاء لا يعطيه الله تعالى لأي كان. من وجد في دينه صلابة يعطيه بلاء شديدة، ومن وجد في دينه رخاوة كيعطي الله بلاء غير قليل. دابا حنا دابا الآن عندنا ربما بلاء قليل لأن ربما ديننا على قد الحال. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. هاد الناس اللي كيعبدوا الله على حرف على نقشة، إلا أعطاه الله الخير وأعطاه الله البركة وأعطاه الله السلامة كيكون فرحان كيكون شاكر. ولكن إذا ابتلاه الله فأخذ منه شيئا، خذ لي الصحة ولا خذ لي السلامة ولا خذ لي رزق، خذ لي غير واحد الشطر قليل منه يتبدل ويتغير، هذا من يعبد الله على حرف. أما أهل الإيمان واليقين الذين في دينهم صلابة فإنهم يظلون صابرين، اصبروا وصابروا ورابطوا. وهؤلاء ربنا يباهي بهم الملائكة، حتى إنهم لما يدعون المولى عز وجل يا رب يعطينا كذا يا رب يعطينا كذا يظلوا يدعو وربما كيعطيه، حتى إن جبرائيل أمين الوحي يقول يا رب إنه دعاك هل أقضي حاجته، فيقول المولى سبحانه وتعالى يا جبريل لا تقضي حاجته، إني أحب أن أسمع دعاءه. الله يحب أن يسمع دعاء العبد الضعيف المنكسر، وربنا يباهي به الملائكة. وعلى أي كان فالحياة الدنيا قصيرة، إذا تكلمنا على الزمن البشري مقارنة مع الزمن الإلهي فالدنيا قصيرة. الزمن البشري احنا أعمارنا كم؟ أعمارنا ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. اللي كيتجاوز ذلك كيتسمى معمر، والمعمر قد يعمر 80 سنة 90 سنة 100 سنة. وإذا عمر ننكس في الخلق، كيعود داك المعمر كله أمراض، مشى ليه البصر، مشى ليه السمع، عنده صعوبة كبيرة في الهضم وفي الإخراج، عنده صعوبة كبيرة في الجلوس وكيفقد الذاكرة. يعني كل من عمر ننكس في الخلق، كتظهر فيه عيوب كثيرة. هذا العمر البشري. أما الزمن الإلهي ما هو؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة مما تعدون. إذا درنا النظرية النسبية بارابور، كتعيش 60 70 عام في العمر كله ديالك، والزمن الإلهي يوم عند ربك كألف سنة. قالوا بأن سيدنا نوح عاش على يوم واحد، يعني كان من المعمرين، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، عاش يوم واحد. وأبونا آدم حتى هو عاش 1000 سنة عاش يوم واحد. فالذي يعيش غير 60 70 عام كم يعيش؟ في الحقيقة يعيش يوما ونصف. اللي عاش 70 عام راه عاش غير يوما ونصف، واللي طول 80 و90 يلا أوشك أن يكمل يومين، ما كملش يومين بالمقارنة مع 1000 سنة. لهذا الله تعالى يقول عن الذين يبعثون يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني العمر قصير جدا. فلهذا العلماء يقول لك إلا كان احنا العمر ديالنا غير يوم أو بعد يوم، ألا نصبر، ألا نصبر على هاد المدة، ألا نصبر على هاد الفترة القصيرة، يعني يوم وبعد يوم غيدوز باش ما عطى الله تعالى. احنا صابرين إلا كان أيام الجميلة رحنا نفرح ونمرح ونأكل ونشرب ونشكر المولى على عطائه ونعيمه، وحينما يأتينا البلاء نصبر ونخضع وننتظر الفرج. فأكيد هذه القصة اللي قلت لنا السي هشام، ثلاث فتيات مكفوفات، هذا بلاء شديد. ثم أمهم اللي كانت كتعتني بهم، ها هي الآن المسكينة فقدت الذاكرة، يعني بلاء أكثر. وهما الحمد لله فيهم الإيمان لم يزدادوا إلا يقينا وتشبتا وصلابة واستمرار الحياة. هذا هو المؤمن، المؤمن دائما عنده الأمل مستمر، الحياة تستمر، ما كيضعفش، لا ينهار، كيقدر يحزن، يقدر يضعف واحد اليوم أو يومين أو 3 أيام، ثم يقوم كيعاود يجدد الطاقة ديالو ويقوم وكيكمل الحياة بالعبادة والطاعة إلى أن نلقى الله تعالى. نطلب الله خويا هشام
هاد الفتيات الله كلهم وليا ونصير، نطلب الله تعالى يتولهم بالعناية والرعاية، ويبقى دائما الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وهو أرحم بنا من الأم برضيعها، كتب على نفسه الرحمة، وهو اللطيف بعباده. لا نخاف أبدا، لا نحزن أبدا، لا نضعف أبدا، ما دام الله معنا، ومن كان مع الله كان الله معه. أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. أيها الأحبة الكرام، ونحن في ختام حلقة هذا اليوم المبارك السعيد في هذه الليلة الطيبة، تعالوا بنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله الرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم نسألك في هذه الأيام المباركة أن تتقبل منا صيامنا، وتتقبل منا قيامنا، وتتقبل منا عمل القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إننا نقدرك يا ذا الجلال والإكرام، ونعتز بك ونعبدك ونخاف منك ونخشاك. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا إله إلا الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، يا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك يا رب العالمين أن تفرج عنا كل ضيق، اللهم فرج عنا كل ضيق، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا ما لا تطيق. نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأراضون، وانكشفت له الظلمات، وصلح عليه أمر الأولين والآخرين. نعوذ بك من فجأة نقمتك، ومن تحويل عافيتك، ومن زوال نعمتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. يا الله يا الله يا حميد يا مجيد، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا رب إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال، يا مغير الحال والأحوال، غير أحوالنا إلى أحسن حال. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، الطف بنا يا كريم في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك سهل يسير. يا ذا الجلال والإكرام، يا مسهل الصعب الشديد، ويا ملين قسوة الحديد، يا منجز الأمرين الوعد والوعيد، يا من هو كل يوم في شأن وأمر جديد. اللهم أخرجنا من حلق الضيق، اللهم أخرجنا من حلق الكرب، اللهم أخرجنا إلى أوسع الفرج. اللهم بك ندفع ما نطيق وما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أجب دعاءنا، واعطنا سؤلنا، وحقق آمالنا ورجاءنا، واجعل الخير فيما دعونا إليه يا رب العالمين. اللهم أدخل الفرحة على كل قلب به ألم، يا رب
أدخل الفرحة على كل قلب به ألم. اللهم أبعد عنا الهموم، اللهم أبعد عنا الهموم، اللهم ارزقنا الرضا والسكينة والطمأنينة بك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام عاملنا بإحسانك، اللهم تداركنا بفضلك وامتنانك، اللهم تولنا برحمتك وغفرانك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا يا كريم مغفرة من عندك، واقبل توبتنا ومعذرتنا، وارحم ضعفنا، واغفر خطايانا يا قادرا على كل شيء، اغفر لنا كل شيء يا قادرا على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، وارحمنا برحمتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجبر قلوبنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين وتعافينا وتعفو عنا يا رب العالمين، وتصلح أهلنا وذرياتنا وتكلكنا بعينك التي لا ترام، وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.